ولازم تكون اهلاويه ولا مش شرط؟ لا ما سالتهاش السؤال ده. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة. كده لو نرجع لكام سنة لورا ونقول اتعرفت ازاي على زوجتك جيجي؟ يعني انا المفروض زي اي اتنين بيتعرفوا على بعض في اي مناسبات. كان في مناسبة كانت تقريبا يعني كان مناسبة خطوبة خطوبة عند واحد صاحبنا وكده، فتعرفت عليها وشفتها بعد كده يعني من اول مره ما اتكلمتش وكده، بس بعد كده برضو جت الصدفه ان انا اشوفها تاني. فابتدت زي ما الناس طبعا او الناس اللي حته الحب من اول نظره دي بتيجي، والعمليه بتتعلق طبعا في ذهن الواحد وكده. فلما اكون ربنا رايد او في نصيب فبتيجي لوحديها، ان الواحد بنشوف بعض تاني كده، فربنا بيبقى كاتب المقابلات دي كده بطريقه غريبه. ولازم تكون اهلاويه ولا مش شرط؟ لا ما سالتهاش السؤال ده. يعني هو اول مره تقريبا اول مره، فكنت يعني بتعرف وبسال كده، فكانت فحسيت منها انها يعني قالت زمالك وبعدين مش عارف ايه، فبس عرفت بعد كده ان كانت بتهرج يعني. بس كانت بتضحك يعني الكرة كانت بالنسبة للكرة كانش بالنسبة لها مش دماغها يعني.